السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل شيش طاووق الدجاج بتتبيلة جميلة جدا، وهقولك ازاي تخلي لحم الدجاج يبقى طري معاكي ويستوي. كله يرجع للتتبيلة اللي احنا هنعملها دي. هقولك على مكون هيخليه ما شاء الله مستوي ومش هياخد وقت في الفرن خالص. اتفقنا؟ معايا شيش طاووق، وطبعا الشيش طاووق بيبقى قطع من الوراك مش من البانيه، ماشي؟ اتفقنا؟ اول حاجه خالص عشان خاطر عصيان الشيش طاووق ما تتحرقش معاكي في الفرن، ميه سخنه كده وتحطيها. نقعت عصيان الشيش طاووق لحد ما اخلص التتبيله عشان زي ما اتفقنا ما تتحرقش في قلب الفرن. بتنقعيها في ميه سخنه قبل ما تبداي التتبيله خالص، اتفقنا؟ اول حاجه طبعا المكون الاساسي معانا الزبادي. المكون الأساسي في الشيش طاووق الزبادي. هحط قد ايه من الزبادي؟ هحط معلقتين كبار خالص من الزبادي. هحط معلقة خل واحدة، معلقة بس. هحط معلقة مايونيز، معلقة كاتشب، بصلايه صغيره بس مبشوره، ليمونه كده بس صغيره مش كبيره، لو كبيره يبقى نص ليمونه واحده. هحط معلقتين او 3 معالق من الزيت. عرفنا التتبيله كده، نيجي بقى للتوابل اهم حاجه فيها، ماشي؟ هنحط معلقه ونص من الملح، معلقه من البابريكا، معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة كركم، نص معلقة بهارات فراخ، معلقة من الكاري. هقلب بقى المقادير دي كلها في بعض كده وهنسيبها في حدود ساعتين. مش مستعجلة عليها، سيبيها في التلاجة، بيتيها في التلاجة واعمليها تاني يوم. هقلبها كويس كده عشان التتبيلة كلها تخش ببعض كده. بصوا معانا صاب زي كده، ومعانا العصيانة اهي بعد النقع بتاعها. هنعمل ايه بقى؟ ومعانا بصل، بجيب البصلاية وافككها من بعض بالطريقة دي، والفلفل بردك بقطعه مربعات كده، والقوطة لو عندك قوطة صغيرة حطيها بحالها، ما عندكيش وممكن تستغني عن القوطة خالص، بس اهم حاجة تكون جامدة عشان تعرفي تحطيها في العصاية. اول حاجة بصي تعملي كده مش العكس، اتفقنا؟ كده البصل او زي ما تحبي بقى، عايزة تحطي الفلفل الاول، وممكن نحط كمان شيش طاووق كده ونحط لها رق الفلفل، بس هنعكس بقى كده، اتفقنا؟ هنعمل تاني بصل كده وهنحط الشيش طاووق بتاعنا كده، وهحط قوطة كده من نص كده، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا تكون جامدة. هكمل بردك نفس الكمية على النظام ده وارجع اقولك التسوية ازاي. بصوا ما شاء الله عملت اهو 4 عيدان، والاخيرة اهو قلت اعمله معاكم بردك عشان نشوفها كلها. اعمل كده وبعد كده اجيب الشيش طاووق كده، بعد كده فلفل، بعد كده واحدة تاني شيش طاووق، ندخلها من نص كده قوطة، بعد كده واحدة تاني، يعني مرة بصل ومرة فلفل ومرة قوطة، اتفقنا؟ هعمل كده، هحط البصل واحط بردك قطعة الشيش طاووق كده، واحط فلفل كده، اجيب قطعة تاني كده، اخر حاجة شايفين القوطة من فوق كده،
بقوم قافله بيها العود كده، اتفقنا؟ وبحطها بنفس الطريقه، ما خليهمش لازقين في بعض، بوزعهم كده عن بعض. بصوا رصيته كده، ودي عود صغنن كده خليته في الاخر على جنب. نيجي بقى للخلطه السريه اللي بتخلي لونه ذهبي زي بتاع المطاعم بالظبط. معايا معلقه دبس الرمان، معايا معلقه مايونيز، معلقه كاتشب، معلقه خل، معلقه زيت، اتفقنا؟ وهديها رشه بابريكا، رشه صغيره بتاع ربع معلقه كده، رشه فلفل اسود، وهقلب الخلطه دي كلها في بعض كده لحد ما تفكك خالص وتبقى كريمي كده، ما تبقاش محببه. بصوا بقت كريمي ازاي، لازم ان انت تدخلي المقادير كلها ببعض كده عشان ما تبقاش محببه، وفي نفس الوقت تديها لون جميل من على الوش. هنمسك بقى كل عود كده من اوله لاخره، اهم حاجه تخلي قطع الفراخ كلها جاي عليها الخلطه دي، عشان لسه بردك هنقلب العود كده اهو الناحيه التانيه كده كده، ونقوم بردك ماسكين الدجاج كله، الدجاج كله نخليه بالخلطه دي. بصوا بنفس الطريقه كده. بصوا في طريقتين للتسويه. طريقه هتجيبي الصاج ده وتحطي فيه ميه سخنه، وهتجيبي صينيه تاني من الداخل وترصي عليها عصيان الشيش طاووق كده، وتولعي الفرن وتسيبي الميه لما هتغلي هتطلع البخار، هتسوي الشيش طاووق، وفي الاخر هتديله لون بس كده على الشوايه. لكن انا هسويه دلوقتي ازاي، اخليه زي ما هو كده، وهشغل الشوايه من غير فرن. خد وش الاول كده، هبتدي ان انا اقلبه على الجنب التاني، وهتن اقلب فيه كده لمدة نص ساعة او 35 دقيقة لحد ما الاقي اللحم بتاع الدجاج استوى معايا، يستوي ونرجع نقدمه مع بعض. بصوا ما شاء الله خلص معانا. بصي واخد لون جميل ومستوي كله ازاي. بصي بقى السوائل اللي بتنزل منه دي، خلاص بقى احنا بنطلع. طبعا الرز البسمتي ده لو عايزه الطريقه بتاعته هسيبها لك في صندوق الوصف. تحطي بقى العيدان بنفس الطريقه كده. بصوا ما شاء الله استوت. بصي احلى حاجه في اللحمه بتاعت الشيش طاووق بتاعت الوراك بتستوي على طول، انما بتاعت الصدور بتبقى ناشفه وما بتستويش الا بعد فتره طويله. عملنا الشيش طاووق بطريقه جميله جدا زي المطاعم واحلى كمان، وطريقه الرز البسمتي هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله. طريقه النهارده سهله وسريعه، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقه النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله.